القرنية اولا مش عضو ولا جزء من عضو. ازاي يعني؟ القرنية نسيج ليس به اوعية دموية ولا هو جزء حي زي الضفر. قانون الحياة طالع من سنة 2003 بيسمح لانه انت مش بتاخد عضو، يعني انت مش بتاخد القرنية بحالها ولا بتاخد العين بحالها، انت بتاخد فقط الطبقة السطحية بتاعت القرنية، ودي ما بتأثرش خالص في شكل العين ولا في شكل الجثة ولا فيها حتى أي إهانة للجثة خالص. يعني الدماء بتسيل من العين يعني؟ لا ما هو عادي يا فندم، أي حضرتك أي حد بعد الوفاة كذا ساعة الأوانين لما بيبقى فيه يعني دعاية. قالوا لي هما دلوقتي هياخدوني يعملوا لي إشعة وتحاليل. قلت له طب وفي حد بيعمل إشعة وتحاليل الفجر؟ إزاي؟ كلمته الصبح. رد عليك؟ ما ردش عليا. ما ردش عليك. المستشفى بقى كلمتك ساعتها؟ اه كلمتني الساعة 11 الصبح. بلغتك إيه بقى؟ قالت لي بقاء لله والحالة ماتت.